احنا البارحة يعني مفارزنا انهت الحريق واوصينا ديوان محافظة نينوى بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف عن اسباب حريق الغابات، وحاليا ننتظر امر تشكيل اللجنة لغرض مباشرة بعمل اللجنة. فيما يخص يعني الحادث وتفاصيل الحادث، يوم امس بالساعة 1340 استخبرت غرفة عمليات الدفاع المدني عن حدوث حريق في منطقة الغابات، تحديدا الجهة المقابلة لحي الشرطة. على الفور تم توجيه فرق الدفاع المدني، استنفرت كافة مراكزنا يوم امس. الفرق اللي شاركت بالحريق بلغ عددها 20 فرقة بكامل معداتها وأعدادها. كذلك أشركنا المعدات الثقيلة مثل الشفر والحفارات. كذلك كان هناك إسناد من بلدية الموصل ومديرية بلديات نينوى ومديرية الماء والمجاري. الحقيقة كانت الجهود يوم أمس متضافرة ومتكاتفة لحين إكمال الحادث وإطفاء الحريق بالكامل. ما زالت فرقنا لحد الآن منذ يوم أمس ولحد الآن مرابطة في موقع الحادث، تقوم بعمليات معالجة جيوب النار وعمليات التبريد. راح تبقى مفارزنا مرابطة لحين ما تتولى الجهات المعنية بإزالة الأشجار اللي تم حرقها وتجريف المنطقة وتهيئتها للزراعة مرة ثانية. المساحة تقدر من 50 إلى 60 دونم، لم يتم مسحها بشكل دقيق، لكن هذه الإحصائية الأولية للمساحة المحترقة. أحب أنوه أنه هذه منطقة الغابات بشكل عام تعرضت لعدة حرائق، يعني هناك إجراءات يفترض أن تتخذ بهذا الموضوع للحفاظ على هذه الثروة. الغابات الموصل تمثل ثروة لهذه المدينة، متنفس سياحي وكذلك متنفس بيئي للمدينة، يفترض الحفاظ عليه بشتى الوسائل. دائما توصي مديرية الدفاع المدني بإزالة الأعشاب المتناثرة على أرصفة الشوارع العامة. هذه ممكن أنه بخلل بسيط أو بإهمال بسيط بعقب سيجارة أو إهمال من قبل أحد المواطنين ممكن أنه ينشب حريق. فالجهات المعنية يفترض أن تتخذ إجراء بإزالة هذه الأعشاب وهذه وتهذيب، أهم شيء هو تهذيب الغابة. عندما تهذب الغابة وتحاط، وهناك كذلك سابقا كان هناك مثل ما تعرفون حضراتكم حراس يتجولون داخل الغابات، هم من البلدية ودائرة غابات الموصل. هؤلاء هم يقومون بدور الحراسة وإدامة هذه الغابات من حيث السقي، عمليات السقي والإدامة. هذه الغابات حقيقة من واجب مديرية بلدية الموصل، وهناك شعبة مختصة بالغابات. هذه الشعبة توفر الإدامة لهذه الغابات وإزالة المخلفات اللي بيها وحتى حراستها. لكن احنا كجهاز خدمي عندما نستخبر عن أي حادث نقوم بإجراء اللازم مباشرة، لكن حماية هذه المناطق ليس من واجب الدفاع. يعلن عن الجاني عندما يكون الحادث متعمد أو يأخذ طابع جنائي، لكن عندما يكون الحادث عرضي ونتيجة إهمال أو خطأ من أحد المواطنين أو المارة لا يعلن عنه. إذا كان هناك إذا انتفت مسألة التعمد والمسألة الجنائية. مبدئيا حددنا الموقع اللي بدأ من عند الحريق، اللي هو الشارع المؤدي إلى المسبح الغابات، لكن تعدد أماكن الحريق ربما يعزى إلى سرعة الرياح. كانت الرياح يوم أمس مثل ما شاهدتوا حضراتكم كانت عالية وقوية جدا ومتعددة الاتجاهات، وفي بين الحين والآخر كان يتغير مجرى الرياح، فهذا كان سبب
سبب فاعل جدا بانتقال النار من منطقة إلى أخرى.